في هذا الدرس حوريك كيف تفجر الـ 3D View بحيث انك تفككه فتفهم طريقة تركيبه. هذا الشيء بنسميه Exploded 3D View. اول شيء حعمل نسخة من الـ 3D View. Right click. Duplicate View. Duplicate. بعد كده حعمل Right click. Rename. وحسميه Exploded 3D View. بعد كده تحتاج تخفي العناصر اللي ما تحتاج تشوفها. أنا هنا حخفي الأشجار، أختارها Right click Hide in View، أقول له Category، كمان حختار الأرض Right click Hide in View Element، كمان حخفي الولد الأمور اللي هنا لأنه احتمال لما يشوف المبنى مفكك قدامه يتخض. Element. شوف كمان لو في عناصر حابب تخفيها ممكن اخفي هذا، حضغط كنترول واختار هنا. الحين حبدأ افجر، حختار السقف ومن الموديفاي ريبن حضغط الديسبليس elements، حتظهر لي هنا اسهم التحكم اللي بنسميها الجزمو. حبدأ أحرك، كده ممكن أختار هذا Right click Select all instances visible in a view عشان يختار لي الجزء كله. بعد كده حرفعه هو كمان. أنا ممكن كمان أتحرك أفقي، ممكن أختار الكيرتن وول هنا وأتحرك إلى هذا الاتجاه وأختار الكيرتن وول اللي هنا وأتحرك إلى هذا الاتجاه، كمان ممكن أختار الباب لما تختار عنصر حتشوف عندك في Displacement Set Panel خيارات. الأدت بتنفعني لو أنا عندي عدة عناصر وحابب أضمها في مجموعة واحدة One Group، فعلى سبيل المثال أنا اخترت هذا فممكن أنا أضيف هذا العنصر لها، أقول له Finish. فمجرد ما أحركها حيتحركوا الكل مع بعض. ولو اخترت هنا هشوف كمان انه عندي الريسيت، لما اختاره حيرجع لي اياه الوضع الاصلي علشان لو حبيت اعدل او اغير. هرجع اختاره وارفعه للمسافة اللي انت تحددها. طيب انا حكتفي بهذه التعديلات، الحين حبدأ بانشاء الباث. بختار عنصر حشوف عندي الباث، مجرد بس ما اضغط هنا على طول هو حيعمل لي الخطوط تبعه، كمان حيعمل لي الأفقي. الحين بعد ما أضفنا الباث حبدأ أجملها بإني أغير لونها ونوعها وسماكتها. هختار واحد منهم Right click Override graphics in view by category، من الويت حخليه 5 مثلا Apply، ومن الكالر ممكن اختار هذا اللون اوكي، ومن الباترن هخلي دوت 2 مليمتر Apply اوكي. انا هنا مشغل الثين لاينز عشان كده مش شايف السماكة، هلغيها، محتاج أزيدها شوية، أخليها 7 Apply أوكي. كمان ممكن أجمل الـ 3D، هروح أشغل الظلال
ومن هنا ممكن أشغل الأمبيان ومن اللايتنج ممكن أخفف الظلال كمان ممكن أغير في الأمبيان أوكي ممكن أخليها شيدد أو هيدن لاين مثل ما شوفنا أنت تقدر تفكك المبنى سواء على المستوى الأفقي أو على المستوى العمودي.